السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم. ربي يسلمكم يا جماعه. اول شيء صلوا على النبي وصلى سيدنا محمد وعليه وسلم. اليوم اربعاء، بكره خميس اللي بعده جمعه، اللي هو وقفه العيد. كل عام وانتم بألف خير، كل سنه وانتم سالمين يا رب. المهم يا جماعه، اليوم قررنا نسوي انا واخوي محمد معمول العيد، او عفوا بس كعك العيد. كعك العيد نحن بناكل اكثر شيء كعك العيد، راس بعيد بناكل بس بنجيب كيلو جاهز هيك لاني ما بناكل كثير. المهم يا جماعه، فقررنا نسوي انا واخوي محمد كعك العيد. طبعا يا جماعه هلا حاليا رح نساوي كيلو طحين. كيلو طحين طبعا يا جماعه احنا ما لنا اكيله، تمام، وضيوفنا قليل، عرفتوا علي شلون؟ يعني كيلو طحين رح نساوي هلا، بس انه يعني كيف بدي اجي لعنا. ايه المهم يا جماعه، المهم يا جماعه ربي يسعدكم. طبعا كيلو هلا عم نساوي كليا برا بالبيت، بالعيد مالنا بالبيت. اطلعوا لبرا، اطلع حمودي ايش يعني. يلا 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 دي. ربي يسعدكم. المهم فرح نساوي كيلو طحين. طبعا انا مجهز كل المقادير، انا مجهزهم طبعا، انا مجهز انا طبعا. المهم طبعا هون يا جماعه خليني اشرح لكم شوي شوي. اول شيء في عندنا معلقه ملح كثير صغيره، حلو، معلقه ملح. ثاني شيء في عندنا هدول انسوهم شوي. في عندنا تبت الكعك، وفي عندنا سمسم، وفي عندنا مسكه ومحلب. طبعا المسكه والمحلب يا جماعه ليش بنستخدمهم؟ المسكه والمحلب بيكونوا بديل لشو؟ لميه الجبنه. طبعا يا جماعه اغلب الناس بتحط مع الكعك ميه جبنه، فنحن بكون هدول البديل. اللي ما بيحسن يجيب ميه جبنه، او اللي ما عنده قدره، او 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 او, أو, أو. الى اخره، بحط بيحسن يحط المحلب ومعه مسكه. هدول الاثنين بيعوضوا عن ميه الجبنه. حلو. وطبعا تبلة الكعك، هي تبلة الكعك نحن بنجيبها جاهزه فبنحطها وبس. ما هو ايش بدك تحكي لي ايش بدك يا جماعه؟ عمي مجهزه التبله هي من الاخير، صار نص ساعه بتعدي من هون، بتروح بتجي مشان اذكر اسمها، اسمي اسم امي، بنحط لها بحط عليه طوط. حلو. المهم امي اللي شو اسمه اللي بيساوي تبلة الكعك. اذا نسيت طوط والله يمكن يسوى علي مسحوره. لا لا ما بشيل، بحط بحط يا بحط توت يا بحسب فيديو كله. المهم ربي يسعدكم. طبعا هاي المقادير. وشغله ثانيه هون في عندنا، طبعا يا جماعه اول شغله حيب انا احكي لكم، خلص فتحت هذا كفي. بس كل كيلو طحين، كل كيلو طحين بيجي معه طبعا نص كيلو سمنه، بس نص كيلو السمنه طبعا رح تذوبوها، رح تسووها بهالطريقه مثل الزيت. نص كيلو سمنه، الاضاءه كثير واضحه حمود، انتبه على الاضاءه والتصوير. انضرب عندي الاول نعم كويسة. اوكي انضرب. طبعا يا جماعة مع كيف كيلو طحين، نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة طبعا بنحط نص كيلو سمنة، نحن هاي الكاسة معايرينها يكون فيها نص كيلو، بنحط فيها السمنة وبعدها بنحطها بالميكروويف، بندوب السمنة زائد كاسة حليب. هاي هي هذا هو كل الكعك، عرفتوا علي؟ طبعا بنحط كيلو طحين، حطينا كيلو طحين تمام. هلا يا جماعة معلقتين تبلة الكعك، طبعا بتلاقوها هي وين من كان. تبلة كعك معلقتين اكل كبار، زعتر بسيط، زائد سمسم على قد الرغبة، نحن بنحبه كثير فمشان هيك كثرنا السمسم، زائد معلقة صغيرة ملح بنحطها كمان، زائد المسكة اللي هي معلقة كثير صغيرة، والمحلب، المحلب معلقة وحدة، معلقة اكل وحدة كبيرة. طبعا يا جماعة مثل ما تكونوا شايفين هدول التنتين مشان ايش؟ قلنا بيعوضوا عن مية الجبنة. بسم الله. خلينا بس نخلطهم. حاليا للمرة 35 هلا السمنة نفضيها شوي شوي، اجي افضيها عنك نصيحة. ايوه اوكي، نفس الحركة الهندسية بس هي سواها بردة انفعال كبيرة. حمودة انعباط انعبط يعني. فضينا السمنة. اشهد ان لا اله الا الله. لا لسه نفضي الحليب. استغفر الله العظيم. اشهد ان لا اله الا الله. اللهم علينا يا جماعه غير. محمد خرب بيتك. طبعا يا جماعه العجانه خربت، مو خربت، اخوي حط الحليب غلط. مو قالت له امي، قالت له امي قالت له حط الزيت وخلطها تمام، وبعدين ضيف شوي شوي حليب. مو الزيت، حط السمنه. السمنه عفوا. وبعدين بعد ما يشرب الحليب، يشرب الطحين السمنه بتحمص، بعدين بتحط شو؟ الحليب. انا ما حطيت الحليب،
فمكنت فالعجانه ما بقى تساوي شيء فايد بدها ايد مكنه كثير تحت واحد يحسن يعجنها والعجانه في لها راس غير هذا تمام ما عمل له ايوه بيتنا البيت يعني بيتنا الراس الثاني الراس الثاني كان بعجنه بس هذا الراس الموجود ما بعجنه فمشان هيك انت انسى قصه بيتنا تعرف تحكي لهم قال لهم ما بعرف ايش الفكره انه خبيناه ببيتنا يعني عرفت علي شلون؟ لهيك ما عمل له يعني يكون كبينه بالشارع كنا نزلنا جبناه وجينا المهم يا جماعه طبعا العجينه بس خبيناها بالبيت والله صار لي فتره عم بعجن انا على فكره صارت هيك العجينه هلا العجينه شو بنساوي؟ بنغطيها لمده 3 ساعات تمام. بعد 3 ساعات بنرجع لكم ربي يستر يا جماعه طبعا حاليا مثل ما انتم شايفين ضل عندنا اخر قطعتين من العجين ما شغلنا الكاميرا من البدايه ليش؟ لاني اول شيء من البدايه طبعا يا جماعه الكيلو سويناه وسوينا فوقه كمان كيلين وقعدنا نحن واهلي تساعدنا لبين ما خلصنا كميه واخر شيء تم شوي هلا رح نشتغل قدامكم طبعا اخوي محمد اشتروا جاهز وربي والله نصيحه من المجرب اشتروا جاهز طبعا وهذا اطيب بربك بنسويه بالبيت لا بكون جاهز اثنين بتاكل بربك انا وهذا اطيب جاهز اطيب بربك عم بحلفك بربك ما بعرف اثنين طيبين وحياة الله يا جماعة بالبيت بنساوي أطيب ودائما بتاكل كله على آخر أيام بنجيبه جاهز ما بتاكل بنجيب كل يوم ما بتاكل المهم طبعا يا جماعة ربي يسعدكم لفينا هيك الكعك طبعا مثل ما تكون شايفين كعكات العيد في مو مرضان والله العظيم صار له يومين طبعا هدول الشغلات كنا قاعدين يعني قاعدين العيلة كلياتنا وكنا عم نضحك ونمزح ونتذكر الماضي وأخوي محمد لبين ما نزل اشتغل معنا ما ضل حدا لحدا والله العظيم إذا بدكم بجيب أمي ماما حمودة شو تطول لبين ما نزل اشتغل معنا ايه شط كم واحد شط حكيتي معه وشط كل دقيقة تقضي من ايده التليفون شط صار كم شغل يحكي لنا بربك بالله هو بارك عبدالله يا امي نزيل عجون يا امي نزيل قطع يا امي الله يوفقك الله يكعك الله يكعك نزيل كعك نزيل ايوه كمش التليفون بايد وعم بعجن بايد وعم بعجن بايد الله يرضى عليه فالمهم كان صغير عنده صفور ومتقم الشغل اذا ما طلعه مثل الذهب تحت ايدين كان حوسين كان تنظيف كان اشين كان اذا ما كان طالعهم شغل غير شكل ما يعني هو ما يرضى قسم بالله العظيم اروح عند الجاره يسكر الباب يدرس اجي لا تحت المرامي شيء بضوي المطبخ لما تقول قاسي عليه لا 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 ما هيك لا هيك بس اطلع انا يحب يركب يظبط من البراد يطبقه ايش بدي اقول لك على قد ما هلا ما عنده صبور لشيء ما بعرف ليش اذا الصبي قلب من مليون درجه ما عم قال صبور طاول شغل البيت يعني شو مغضوب يعني ايش مغضوب خلص حكينا كل القصة للعالم والله طلعتيه حرام يعني عن جد شو زعلت لاني صرخت لك المهم يا جماعة ربي يسعدكم طبعا اخوي محمد بعد ما انفتحت سيرته الذاتية حياته الشخصية كل شيء حكى عنه ما ببين معهم اهلي ما ببين معهم انا دائما بحس حالي منبوز بالعيلة هي ليش؟ كلهم بيضون تمام انا الوحيد جاي اسمر لابوي حكيت اللي عندي بدي احكي اللي عندي من حقي ومن حقي انا كصانع محتوى وماسك كاميرا وعامل مونتاج ما اعرض هاي اللقطة نرجع من هاي اللقطة ربي يسعدكم يا جماعة حاليا بعد ما اخوي محمد انفتحت سيرته الذاتية والشخصية وكل شيء تمام شيلوا اللي بدهن اياه بحطوا اللي بدهن اياه انا ابن البطة السوداء البطة البيضاء والله عن جد هيك يا يلا في كثير عنصرية احكي الحكي اللي بدي ارجع عيدها احكي الحكي اللي لازم تقوله يلا يلا امي مرة بحبها يعني ايش من حكي امي بتمون ايه اخوي رامي كسير راسي ربي يسكن يا جماعة حاليا اخوي محمد عم بكعك طبعا والله انا تلفت وانا بكعك والله خسلت ايدي كتير تلفت اقسم بالله ايدي نمل اجري نمل وعفوا من القعدة حياة الله كعك هدول كعكاتي شوفوا كعكاتي دول انا كعكت كعك 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 كعك
ايه عم نصور اذا بدك. اسألوا امكم ايش بتقولوا؟ امي بتسلم عليكم قول سويته معمول راس عشوائي بعتوا لي سكبي. تمام قلت لهم صوروا وبعتوا على الانستا. صوروا وبعتوا على الانستا تمام وبعتوا كارجو كمان وبعتوا وانتوا عم تاكلوهم. ايوه نتاكد انه هدول الكم يعني. والله بايد وحده بكعكع. منيح امي ميمانه باليوتيوب يا جماعه. كعكع. فايش ايش عم بصير؟ بشتغل انا بايد وحده اخوي محمد بشتغل بايدتين. طبعا ما بصير بايد وحده بايدتين بس يعني انه اوكي. خلص نصور اخوي محمد. يعني انا برايي والله العظيم نتركهم هيك حالهم تدخلوا قسم بالله. ويعني صحيح ليش؟ دي دخلوا يعني عمادتنا يعني. والله ما بعرف ليش انه كعكعون. والله ما بعرف. ماما؟ وعم بحترم. ماما؟ ليش بنكعكعون؟ احنا ليش ما بنسويهم عجنه وحده خلص هيك؟ شو؟ ليش بنكعكعون؟ ليش ما نحطهم شقف هيك وخلص هيك؟ والله هيك حاولوا يحطوهم بالفرن. عندك جواب يقنعنا انه ليش هيك ما بنحطهم؟ ليش بنسويهم كعك؟ بكره بس تتجوز وجربوهم ببيوتكم. هو هيك. ليش؟ هلا انا بدي اتجوز عندك بالبيت. اسمه كعك. ها؟ اسمه كعك، الكعك. كعك يعني مدام اسمه كعك، اسمه كعك ما اسمه دويرات. هي يعني ايش الكعك غير الدويرات؟ ربي يسعدكم يا جماعه تفرجوا طبعا. خلصوا هي اخر كعكه بتصير. اخر كعكه بتصير. راح اهتم فيها. تفرجوا. ايه. تفرجوا، بعد ما نسويها هيك تمام، نجيبها هيك تمام، نمسكها هيك بكلها يعني، بكلها يعني نحطها هيك وهيك تمام، نعملها هيك. سواء غير كل الكعك الموجود طلع. هي المنبوذة غير الكل. معلش اتركها هي مشان تنعرف من الاخر. خلينا ناخذ كل النتيجة الأخيرة. طبعا يا جماعة ربي يسعدكم صار الساعة تقريبا 1:30 بالليل. طلعت أول صينية طبعا. شوفوا الكعكات. شوفوا صورنا. قربنا. يا سلام. طبعا يا جماعة شوفوا هون الكعكة. طلعوا تاو 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 تاو. لسه مصر عند أقوالي إنه يجيبوا جاهز. المهم يا جماعة ربي يسعدكم. طبعا يا جماعه وصلنا لاخر مقطع التصوير يا جماعه. اسفين بعتذر منكم بس انا مو الدنيا اللي ينفع بكبس الزر لحاله انكبس وهي وكنت عم بحكي فانقطش. المهم حكوا خير الله. طبعا والله حاليا انا مفضي الصينيه. طبعا في كذا صينيه وفي كذا قصه وهيك بس ما خلص ازاي مقطع التصوير ولا شيء ووقفوا عشان تكسب على العالم. ازاي مقطع التصوير ووقفوا عشان كذا يا جماعة ما بعرف اليوم الصغير اللي رجعت وقفت التصوير بالغلط ما بعرف. كذاب. المهم خلص وصلنا نهاية الفيديو. هدول الكعكات يعني عن جد انا الله من كتر ماني مزعوج لاني بعرفت اشتغلت. عن جد لاني بعرفت اشتغلت ومزعوج كثير تمام مشتي اسوي مشاكل. ربي يسعدكم يا جماعة. عطشنا عطشة مشكلة هلا حاليا فعليا. قول كذب. لا هي مشكلة نظام. حلو عطشنا عطشة. مو مبين علي؟ غيرت 180 درجة. عطشة مشكلة. المهم يا جماعة لو وصلنا هذا الفيديو هذا الكعكات. صار نص ساعة. رامي لا الله. ملمومة. صفر دقيقة التصوير. المهم يا جماعة حكون خير الله بشوفكم فيديو جديد كان معكم. جيبوا جاهز. محمد ورامي من ورا الكاميرا بشوفكم فيديو جديد. و السلام عليكم. شوفوا ناجح نجاحه غامض بنجاحه هالكم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.